السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم طريقتي في إعداد البانكيك بنكهة الشوكولا، كنتمنى يعجبكم ونخليكم مع المقادير. غادي نحتاجو 3 معالق من السكر، 2 البيضات، 3 المعلقات من دوبين ديال الزبدة، 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال الطحين، الفرص رطب، الشكلاط وهذا كيبقى اختياري، تقريبا 4 ديال المعالق ديال الكاكاو، وخمارات 2 خمارات بيكنج باودر وسكر الفانيليا. غادي نبدا نخلط المقادير. اولا غادي نبدا بالمواد اللي سائلة، الحليب، الزبدة والبيض، غادي نطربهم ونخليهم في الجنب ونجمع المواد اللي ناشفة بحال الطحين والكاكاو والخميرة وسكر الفانيليا. كنتمنى يعجبكم الطريقة ديالي في تحضير البانكيك وتجربوها وتستمتعوا فيها انتم ووليداتكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم تخليونا اللايك والتعليق وتشتركوا في القناة ديالنا وتخليونا شي تعليق محفز وزوين، وغادي نخليكم مع باقي الفيديو. وعندكم تنساو اللايك لايك لايك لايك.